السلام عليكم، وياكم محمد الحداد. اليوم عالم الموبايلات متشعب ومتنوع بشكل كبير، ودائما الواحد من عندنا خصوصا اللي مهتم بهذا المجال لازم يعرف شلون تفكر الشركات، شلون تبيع اجهزتها وشنو الطرق، خصوصا الشركات الصينية اللي مكتسحة وجاية تنافس بالأجهزة المتوسطة والرخيصة، والصراع بينها أساسا واصل إلى مرحلة صراع بالأسعار، بالمواصفات، وحتى بطرق التسويق. واحدة من الأشياء اللي لازم ننتبه إلها هو موضوع التدوير السنوي للموبايلات. فعادي جدا أنه نشوف جهاز نازل بداية السنة ونشوف نفس الجهاز نازل بنهاية السنة بس مع اسم وشكل مختلف، وهذا واقع انه الشركات ما تقدر انه تسوي طفرة مع كل جهاز متوسط سعره 200 الى 300 دولار كل 6 اشهر او كل 10 اشهر. فاللعبة تكون غير لي الاسم وغير لي الشكل، غير لي شوية موارد التصنيع، شيل منه وحط منه، وراح يطلع عندنا جهاز جديد. لان جهاز مثل الانفينكس 030 نسخة الفورجي اللي يجي بسعر 199 دولار، 8 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت ذاكرة تخزين، هو من الأجهزة اللي داخلة ضمن قاعدة التدوير، قاعدة التدوير اللي هدفها كمنافسة واضح جدا. طبعا الشركة تريد تبيع أكثر وتحصل حصة سوقية أكثر، وهذا الشيء يخلق موديلات أكثر وبالتالي اختيارات هواي قدام الشخص اللي يريد يشتري. فالجهاز هنا تقريبا بنفس مواصفات النوت 30 برو اللي شفناه بداية السنة، واللي سويت لكم فيديو مراجعة كامل عن الجهاز، سواء المعالج، نفس الشاشة، نفس السماعات، نفس البطارية ونفس الكاميرات الخلفية. لكن هنا الشكل صار أجمل، بحيث التصميم صار من الجلد والشاشة صارت منحنية من الطرفين. نفس الدقة هنا Full HD Plus ومع تردد 120 هرتز. طبعا شاشة أموليد جميلة بالنسبة لسعرها. سطوع هنا راح يوصل إلى 950 نتس تحت الشمس، راح تقدر أنه تستخدمها وبدون مشاكل هواي، راح تفي بالغرض للاستخدام الخارجي. الآن المعالج راح يكون المدياتيك G99، يمكن من أشهر معالجات الفئة المتوسطة مستخدمة بكثرة هذه الأيام. انفينكس راح تنطيك هذا المعالج على جهاز بسعره 200 دولار مثل هذا الجهاز أو النوت 30 برو، تقدر أنه تاخذ هذا المعالج نفسه على جهاز سعره 150 دولار مثل النوت 30 العادي. لذلك قلت لكم كمية الاختيارات اللي تصير عند الشخص المشتري راح تكون كبيرة، خصوصا هذا المعالج جيد جدا، الجي بي يو هنا راح يساعد بشكل كبير بموضوع الألعاب، تحسينات الأداء، فراح تاخذ جرافيكس مقبول بالنسبة لهواي ألعاب. معالج موجود على أجهزة كلش هواي بالفترة الحالية، فالجي 99 موجود حتى على أجهزة ثانية بأسعار أغلى من 200 دولار. طبعا عندنا هنا واجهة الاكس او اس اللي يعتبرها مستودع مميزات، بحيث أشياء تلقاها مباشرة بالنظام مثل تسجيل المكالمات واللي هو شيء هواي واجهات حاليا ما تقدمه. تقدر حتى ببعض المميزات اللي موجودة بالسوفتوير هنا انه تغير صوتك بمكالمات الواتساب اذا حاب انه تتنكر مثلا، تقدر انه تخصص هواي أشياء حسب اللي يناسب استخدامك. وايضا ضايفين شيء حلو مثل الدايناميك ايلاند اسمه الماجيك رينج، راح ينطيك تاثير الكبسوله بطريقه لطيفه او مثل الايلاند اللي موجوده بالايفونات الجديده. هذا الشيء سواء اذا ربطت الموبايل على الشحن او اذا استخدمت ميزه التعرف على الوجه من تفتح التليفون او اثناء المكالمات، ممكن انه تخلي المكالمه بالاعلى بالكبسوله هذه وتشوف وقت المكالمه وراح تظهر بانيميشن جميل. فواجهه ممتازه ومن الواجهات اللي تتطور يوم بعد يوم واجهة انفينكس. جهاز راح يكون عليه ستيريو سبيكر، سماعة من الأعلى وسماعة من الأسفل، صوت جيد جدا. الحلو هنا أنه ما ضحوا بهذه الميزة اللي بعض الشركات مثل ريلمي وأونر دي يضحون بيها بأجهزتهم اللي حتى أغلى من 200 دولار. لكن هنا محرك الاهتزاز ما موجود، واللي هو شيء أتمنى أنه انفينكس تضيفه وتركز عليه بالإصدارات الجاية، لأنه مثلا شاومي بوكو يتفوقون بهذا الجانب، فأتمنى نشوف محرك اهتزاز من انفينكس بالإصدارات الجاية، ليش لا؟ بالنسبة للكاميرات بالزيرو 30 فعندنا 108 ميجا بكسل بالنسبة للمستشعر الأساسي، و2 ميجا بكسل ماكرو، 2 ميجا بكسل للدبث، وال108 ميجا بكسل هنا راح تكون 12 ميجا بكسل، راح تنطينا صورة 12 ميجا بكسل بالنهاية. هذا الشيء مثل ما نعرف مع موضوع البكسل بيننج
الوان تميل انه تكون مشبعه طبعا، وهذا متعوديه على معالجه انفينكس للصور. مستشعر هنا جيد جدا بهذه الفئه السعريه، وحتى بالتصوير الليلي موضوع النايت مود هنا جربته وكانت نتائجه زينه من ناحيه حده الصوره. بالنسبه للكاميرا الخلفيه بالفيديو فراح تنطينا 2K مع 30 فريم، وهو الشيء اللي دائما نشوفه باجهزه انفينكس، وهذا هو اساسا حد المعالج، ما راح يدعم دقه تصوير اعلى من 2K، فبالتالي انت جاي تاخذ اقصى شيء يقدمه هذا المعالج. هذا الشيء بالنسبه للفيديو بالكاميرا الاماميه، ايضا بحيث شفنا انفينكس يركزون على موضوع الكاميرا الاماميه والفيديو بالكاميرا الاماميه على اجهزتهم، خصوصا مع نسخه ال 035G اللي كان يدعم ال 4K مع 60 اطار بالثانيه. الان مع نسخه ال 4G هنا عندنا تصوير فيديو بالكاميرا الاماميه 2K كاقصى حد مع 30 اطار بالثانيه، واللي هو شيء ما نشوف الاجهزه المتوسطه بهذه الفئه السعريه تقدمه وتركز عليه، بالتالي هو شيء جيد لانه اغلب الاجهزه المتوسطه بهذه الفئه السعريه تقدم 1080 مع 30 او 60 اطار بالثانيه. طبعا الكاميرا الاماميه راح تكون 50 ميجا بكسل، وصورها جيده جدا من ناحيه الدايناميك رينج ومن ناحيه التعامل مع لون البشره سواء بالاندور او بصور الاوتدور. بالنهايه اكيد بالنسبه للبطاريه فواضح انه الرقم هنا مثل اللي شفناه على 99% من الاجهزه هذه السنه، بطاريه 5000 ملي امبير بجسم نحيف وخفيف، شيء ممتاز. شاحن راح يكون عندنا 45 واط داخل العلبه، العلبه اللي راح يكون بيها الشاحن، سماعه، كيبل الشحن وكفر شفاف. بطارية هنا راح تعطيك بحدود 8 ساعات من الاستخدام اليومي. فالخلاصة جهاز سعره 320 ألف دينار عراقي يحاول انه ينافس بقوة، وهو فعلا منافس شرس، شكله جميل جدا مثل ما تشوفون من الجلد وداخل ضمن المجموعة الجلدية هذه السنة. معالجة جيد، بس طبعا خلونا نتفق انه الجي 99 مو اقوى اداء بهذا السعر. جهاز راح اشوفه ينافس بالفترة الجاية، خصوصا اللي كان بباله ياخذ نسخة النوت 30 برو، فهذا راح يكون بديل ممتاز. وبس هذا كل شيء بخصوص الزيرو 30 4G. تحياتي، اخوكم محمد الحداد، في مالا.